ما فيه شو اسمه؟ شوف احمد مشغول، انا امس كله قاعد الحق احمد. احمد مشغول، تعرف اللي عنده 70,000 شغله بيسويها بوقت واحد. خلاص انت السلام السلام يا الصوت. يا اخي ريحته تطرب، الله يستر. اي والله اني عاد تكرف وين جالس. تامر نور يا ابو حسن. زين عندك خذ هذولي عشان بس هذول اللي الفناجين. شوف بس الفنجان هذا ايش هذا نبي كذا. مسكت مع الديبان شكله ضايق من صدر بالحي. ايه واضح. شو بتساوي؟ طب شو انت صالح شلال ولا بتفجر؟ انت بتصالح شلال ولا تفجر؟ انا بك ايه وانا بك في ذبحني كذي. بسم الله عليك تدري ما دام النساء اخي تدري ان كتابه الشعر فيه متعه جدا. والله اتكلم جد يا اخي. انا احيانا اذا جلست لحالي خصوصا اذا صاير كذا اعطني واحده زياده ترى غسلت اثنين بس من غسل اثنين زياده. لا غسل غسل كلها اجل جيب لي دقيقه سوي حركه. طيب لا تفتحها سوي كذا بالشقه قصدك غط غط إيه؟ النقطه هذه ايوه عندك شيء اعصابك اللي راجعون. ليش انا انساها؟ انا ودي افهم ليش انساها. تسج مع الشعر؟ اي والله اني اسج. عندك شيء من يسار؟ عود منا ولا منا؟ هذا ضحكة عبد الله. استغفر الله. استغفر الله. حبوي له. وش تبي انت؟ عود انت ذا عشان نبخجه. انا ذا كله شقيت تدري بايش؟ بعود اسنان. اي وين عود اسنان؟ تسمعك عود اسنان؟ هات بشق بالقلم هات ولا يخربه. بس اهم شيء قلمك سبرينج لا يخربه. بس ايش اللي سجا تقول يا ولد الله 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 ايه الكلام ده. لا 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 يزين اي تقلب ارتفع دمه. الحين بسوي الياسة يعني الخيل ولا لبل؟ ايش خيل ولا لبل اختار. خيل كيف يعني؟ خيل خيل ما تعرف الخيل إيه؟ خيل ولا لبل؟ قعد ايش تسوي انت احمد؟ ايش تسوي؟ باب جبس تسوي تشكيل. ايوه اختار. ما اقدر الاقي مخمه. مخمه قصد مكنسه. مخمه وش هي؟ مكنسه 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 مكنسه. ما انت بتتابع مسرحيات شكلك. والله مكنسه. ايش تشترين هذا؟ اعطني عصر لك اعطني عصر لك عشان تاخذ راحتك بالغسيل. لا خلاص لا لا عشان تاخذ راحتك. دقيق شوف شوف يلا بس 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 زين زين خلاص 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 جيبها جيبها الثانيات كلها على السريع اللي صدق والله قضم كله هنا صار خلاص ما بقى الا ذا. بس 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 ما رديت انا. الخيل والخيل 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 يعرفني. هات
خلوا لا تنجال ياك حيلان اعلمك الحين زين. والله شوف انا ممزوج ما بين الاثنين. ايه بس عندك شيء تفضله؟ الصدق الخيل يعني لو فضلت بينهم الخيل. ليش توقعت؟ شخصيتك خيال يعني؟ مو عن خيال، انت شخص تعشق المركز وتعشق لما يعني كيف اوظف لك اياها. وصلت ميولك؟ والله وصلت من غير ما تقول. ايوه بس حلو فهمت. فعشان كذا دائما ارحب اقلط القهوة جاهزة. بجيك كل من مر قال بجي. بجيك. شفت دائما الخيال هم قادة. قدرك حيلان اسلم. ايوه اسلم. اي بس وانت تعشق القيادة. والله مو بنا اعشقها بس هي دائما اقع فيها. لا فهمت؟ انت مستحيل ما تكون في المقدمة. مستحيل والله اني ما ابحث عنها. انت ما تبحث بس ما ترضى باقل من اللي قدام. مستحيل زي كذا. ايه وين حماية البيئة؟ اخترع له مخمة. الوضع يستاهل اللقطة لليوم الفجر. ايه الهواء كايف بدت تزبط. اخي قهوك فيها شيء انت. لا ترى ما حطيت زعفران على فكرة. نسيت احط زعفران. تخيلوا فيها زعفران. لا هي في شيء شوي زعفران. لا هي انا حاطم معها اساسا القهوة معها زعفران خفيف. بس لا انا اقصد لو حطيت من الزعفران ذا يعني الحين حطيت من ذا. ذا. ايه ابو شيبة. هلا بعيال. كان بتيجي شيء؟ احط. حيد. ها؟ لا خلاص راحت. طعمها راح. انا تدري اني اوديها للجنوب؟ توديها وشي؟ القهوه. والله العظيم انه يجي طلب للجنوب. واني اشحنها في دكس. اختي هناك. وانا دائما ابي تصير بس في المناطق اللي حولنا يعني دواد من الناس في الرياض كذا يجيهم وكذا. اختي مره اخذت بالكيلو ما ادري ايش وراحت هناك واعطت جارتها هديه. قالوا كاد ما ادري كيف فجاه الا يوم انتشرت الكل يبغى. قالت مره جتني اخت وخذت قالت تعطني 10 تعطيها 10 كيلو معلبه كذا. تروح مخالفه فتره تدق علي قالت يا ولد اللي يطلق هذا اللي وزعت عليهم العشرة دول كل واحد الحين يبغى له يبيله 7 اللي يبيله 8 اللي يبيله 10. هذا اهل الجنوب ما شاء الله رايحين ساعة باق ساعة صدر. ها؟ قال اهل الجنوب كسبتهم. ارحب مليون. جزا الله خير. بس لا انت بلا تطبع في هذه. ابشر والله بس سعدك حيلان بس تبقى هواه لا نعطيه سفري بما يده عشان يمسك على راحته. اي والله عاونك لا الله يسخن خيخ